الحمد لله القدير الباري، ثم صلاته على المختار. وبعدها كسيرة الرسول، منظومة موجزة الفصول. مولده في عاشر الفضيل، ربيع الأول عام الفيل. لكنها المشهور ثاني عشره، في يوم الاثنين طلوع فجره. ووافق العشرين من نيسانا، وقبله حين أبيه حانا. وبعد عامين غدا فطيما، جاءت به مرضعه سليما. حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت. فبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه. وبعد ست مع شهر جائي، وفاة أمه على الأبواء. وجده للأب عبد المطلب، بعد ثمان مات من غير كذب. ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل. وذاك بعد عام اثني عشر، وكان من أمر بحير ما اشتهر. وسار نحو الشام أشرف الورى، في عام خمسة وعشرين اذكرا، لأمنا خديجة متجرا. وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليها. وولده منها خل إبراهيم، فالأول القاسم حائز التكريم. وزينب الرقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة. والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي. والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام. وبعد خمس وثلاثين حضر، بنيان بيت الله لما أندثر. وحكموه ورضوا بما حكم، في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. وبعد عام أربعين أرسلا، في يوم الاثنين يقينا فانقلا. في رمضان أو ربيع الأول، وسورة تقرأ أول المنزل. ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل، وهي ركعتان محكمة. ثم مضت عشرون يوما كاملة، فرمت الجن نجوم هائلة. ثم دعا في أربع الأعوام، بالأمر جهرة إلى الإسلام. وأربع من النساء واثنى عشر، من الرجال الصحب كل قد هجر. إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عاد ثم عاد لا ملام. ثلاثة هم وثمانون رجل، ومعهم جماعة حتى كمل. وهن عشر وثمان، ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. وبعد تسع من سني رسالته، مات أبو طالب ذو كفالته. وبعده خديجة توفيت، من بعد أيام ثلاثة مضت. وبعد خمسين وربع أسلما، جن نصيبين وعاد فعلما. ثم على سودة أمضى عقده، في رمضان ثم كان بعده. عقد ابنة الصديق في شوالي، وبعد خمسين وعام تالي. أسري به والصلوات فرضت، خمسا بخمسين كما قد حفظت. والبيعة الأولى مع اثني عشر، من أهل طيبة كما قد ذكرا. وبعد ثنتين وخمسين أتى، سبعون في الموسم هذا ثبتا. من طيبة فبايعوا ثم هجر، مكة يوم اثنين من شهر صفر. فجاء طيبة الرضا يقينا، إذ كمل الثلاث والخمسين. في يوم الاثنين ودام فيها، عشر سنين كملا نحكيها. أكمل في الأولى صلاة الحضر، من بعد ما جمع فاسمع خبري. ثم بنى المسجد في قباء، ومسجد المدينة الغراء. ثم بنى من حوله مساكنة، ثم أتى من بعد في هذه السنة. أقل من نصف الذين سافروا، إلى بلاد الحبش حين هاجروا. وفيه آخ أشرف الأخيار، بين المهاجرين والأنصار. ثم بنى بابنة خير صحبه، وشرع الأذان فاقتدي به.
وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذا العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان. والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر، ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، وفي زكاة المال خلف فدري، وماتت ابنة النبي البري رقية قبل رجوع السفر، زوجة عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر، وأسلم العباس بعد الأسر، وقينقاع غزوهم في الإثر، وبعد ضحى يوم عيد النحر. وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم، وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه، ثم تزوج النبي حفصه وزينبا، ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. فالخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا، وفيها ولد السبط الحسن، وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا، وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش، ثم بدر الموعد، وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي، ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما، كيف صلاة الخوف والقصر نمي، وآية الحجاب والتيمم، قيل ورجمه اليهوديين، ومولد السقط الرضا الحسيني. الإفك في غزو بني المصطلق، وكان في الخامسة اسمع وثقي، ودومة الجندل قيل وحصل، عقد ابنة الحارث بعد واتصل، وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنو لحيان بدء السادسة، وبعده استسقاؤه وذو قرد، وصد عن عمرته لما قصد، وبيعة الرضوان أول وبنى فيها بريحانة هذا بينا، وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في السابعة، وحظر لحم الحمر الأهلية فيها، ومتعة النساء الروية، ثم على أم حبيبة عقد، ومهرها عند النجاشي نقد، وسم في شاة بها هدية، ثم اصطفى صفية صفية، ثم أتت ومن بقي مهاجرا، وعقد ميمونة كان لاخرا، وقبل إسلام أبي هريرة، وبعد عمرة القضى الشهيرة، والرسل في محرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي، وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية، لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام. وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف، وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره، وبنته زينب ماتت ثما، مولد إبراهيم فيها حتما، ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة، وعمل المنبر غير مختفي، وحج عتاب بأهل الموقف، ثم تبوك قد غزا في التاسعة، وهد مسجد الضرار رافعة، وحج بالناس أبو بكر وثم، تلا براءة علي وحتم، ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا، وجاءت الوفود فيها تترى هذا، ومن نسائه آل شهرا. ثم النجاشي ينعى وصلى عليه من طيبة نال الفضلا، ومات إبراهيم في العام الأخير، والبجلي أسلم واسمه جرير، وحج حجة الوداع قارنا، ووقف الجمعة فيها آمنا، وأنزلت في اليوم بشرى لكم، اليوم أكملت لكم دينكم، وموت ريحانة بعد عوده، والتسع عشن مدة من بعده، ويوم الاثنين قضى يقينا، إذ أكمل الثلاث والستين، والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيقي.
ومدة التمريض خمسا شهري، وقيل بل ثلث وخمس فدري، وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا.